بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا بكم في هذا الفيديو الذي سنتطرق فيه إن شاء الله إلى برنامج بسيط لتحميل فيديوهات من اليوتيوب. وهذا البرنامج هو 4K فيديو داونلودر أو 4K فيديو داونلودر. يمكنك كتابته على جوجل الدخول إلى الموقع، أو سأترك لكم الرابط على في الوصف. هذه هي واجهة البرنامج. هنا نكتب بريدنا الإلكتروني. بعد كتابة البريد الإلكتروني نقوم بتحميل البرنامج ويرسلنا لنا كود التفعيل. بعد التفعيل تتغير هذه العبارة إلى أنه مسجل. سنجرب طريقة عمله. نذهب إلى أحد الفيديوهات. هنا دخلت إلى الفيديوهات داخل قناتي، نختار أحد الفيديوهات، نوقف عملية القراءة، ثم نذهب إلى هنا شير، إلى هذا السهم وهو سهم التقاسم أو نشر الفيديو، ونختار كوبي هنا أو كوبي، يعني أننا نقوم بنسخ رابط الفيديو. يمكن أيضا نسخه من هذا المكان، المهم من أي مكان، المهم كوبي. ثم نعود إلى البرنامج. البرنامج بمجرد أن نقوم بعملية النسخ يقوم بقراءة ما تم نسخه فيلصق الرابط مباشرة. هنا أعطاني الخيارات التي يمكن أن أقوم بالتحميل بواسطتها. هنا خيار HD، خيار 700 و 300، نختار الخيار الذي نريد. وهنا كم من ميجا لكل خيار، نختار لتسريع العملية، نختار متقاربة، نتركها في HD. هنا خيارات يمكن فتحتها لشغل فيديو أو أوديو إكسترا أوديو، يعني هل تريد تحميل الفيديو كما هو أو فقط أن تستخرج منه الصوت. هنا صيغتين، إما MPEG أو MKV. بالنسبة للصوت ف MP3 أو هذه الصيغة الأخرى. نعود هنا لأن نجد صعوبة في بعض الأحيان لتحويل اليوتيوب إلى صوت، فهذه فرصة أو هذا برنامج يمكن من هذه العملية. نختار هنا تيليشارجي، ثم تبدأ عملية تحميل الفيديو بهذا الشكل. بطبيعة الحال في النسخة التي سنحصل عليها فقط بهذه الطريقة هناك أمور محدودة، وفي النسخة المدفوعة هناك أمور أخرى إضافية. في النسخة المدفوعة يمكننا تحميل قائمة تشغيل دفعة واحدة، لكن لا يهم، المهم لأننا نحتاج فيديو أو اثنين، فنقوم بتحميل فيديو ثم فيديو إلى أن ننتهي. نفتح، ننقر بالزر الأيمن للفأرة ونبحث عن أوفغيغ فيزواليزي دون لو دوسي. لا تهم اللغة، المهم الخيار الثاني الإظهار في الملف، أي الملف الذي تم إليه التحميل. ننتظر قليلا ثم يظهر هذا هو الفيديو تم تحميله، وفعلا 7 ميجا نفس الفيديو. كان هذا كل ما يتعلق بهذا البرنامج البسيط والجميل، أعمل به منذ سنوات، وهو برنامج موثوق وسريع وعملي. وإلى فيديو آخر إن شاء الله.